التونسي قيس سعيد في اجتماع وزاري إلى ضرورة إشراك المواطنين في توفير السيولة لتمويل الموازنة بعد أيام من حديثه عن ضرورة أن تعتمد الحكومة سياسة التقشف. تصريحات سعيد تتزامن مع صعوبات تعترض تونس في إطلاق مفاوضاتها مع المانحين الدوليين في ظل أزمة سياسية خانقة. من المسائل بعد خطاب سمته التطمين ومضمونه التعهد باسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج وعند الفاسدين، صار حديث الرئيس اليوم عن أزمة اقتصادية تستوجب على المواطنين الانخراط في جهود حلها عبر التبرع للدولة دون أفق واضح لتجاوز الأزمة وفي ظل غياب أي خطوات رسمية لفتح المفاوضات مع المانحين. قرض وطني أو اكتتاب عام إلى ذلك هو من بين الآليات، ولكن ليس الآلية الوحيدة التي تمكننا من تجاوز الوضعية. الوضعية يلزمها تعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، استرجاع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الدعوة إلى التبرع لخزينة الدولة سبقتها دعوة أخرى إلى التقشف مع تأكيد ضرورة تبني المواطنين لسياسات الدولة، دعوات لم يكشف الرئيس والحكومة عن تفاصيلها أو عن القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية التي ستشملها. فإن التقشف يعني مزيد تقليص نفقات الدولة التي تترجم إلى مزيد تجميد الأجور، تجميد الانتدابات، رفع الدعم، الترفيع في الضرائب. شعبيا ورغم استعداد فئة من المواطنين للمساعدة في مجهودات الإنقاذ، فإن كثيرين يصرحون باهتزاز ثقتهم في الدولة بالاستناد إلى تجارب أخرى كان معظمها قبل الثورة مع صناديق التبرعات ولم يصدر أي أثر للأموال التي جمعتها. الشعب التونسي غير واثق في التبرعات للدولة لأنه عنده تجارب قبل وما راش نتائج. التونسي مفروض عليه واجب عليه واجب وطني باش يتبرع وباش يعاون، والأولوية يلزمها تكون لرجال الأعمال. وضع اقتصادي صعب تؤكده المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم لمختلف المواد الاستهلاكية بحسب أرقام معهد الإحصاء، الأمر الذي سيحد بحسب متابعين من انخراط التونسيين في هذه الدعوات. يتجه الرئيس إلى اعتماد سياسة التقشف وجمع التبرعات من المواطنين لتوفير تمويلات للموازنة، توجه اعتبره عدد من خبراء المال والاقتصاد مؤشرا على تعثر المفاوضات مع المانحين الدوليين وصعوبات تعترض الحصول على قروض من الأصدقاء. علي القيسبي، العربي، تونس.